ولا تتحيز ضد الصناعات الخارجية أو تحد من الاستثمارات الخارجية، وهذه من شأنه أن يعزز التجارة ويقلص العجز ويعمل على ترسيخ الرخاء والازدهار للأمريكيين ولشعوب منطقة آسيا والباسيفيك. والنقطة الأخيرة والهدف الأخير لهذه الرحلة هي مشاركة إشراك القادة قادة الدول لتعزيز المساعدة الدبلوماسية والسياسية. ومثال على ذلك خطاب ترامب التاريخي في شهر مايو في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 50 زعيم وقائد دولة، والرئيس يحضر أيضا اجتماعات لدول رابطة شرق آسيا آسيان، ويؤكد على منع توفير ملاذات آمنة للجماعة الإرهابية وقطع موارد تمويلهم، وكذلك التصدي لأيديولوجيتهم المنحرفة. وأعتقد أنه آن الأوان لندرك بأنه تحقق تقدم كبير على هذه الصعد الثلاثة. الموصل والرقة تم تحريرهما، وتنظيم الدولة لم يعد يسيطر على الأراضي والسكان، والولايات المتحدة عملت مع حلفائها وشركائها لحرمان تنظيم الدولة والجماعة الإرهابية من إيجاد ملاذ آمن أو موطئ قدم. ثانيا، يجب أن ندرك بأنه تم تحقيق تقدم في مجال قطع موارد الإرهاب، وتأتي زيارة مونوشن للمنطقة الأسبوع الماضي لتخدم هذا الغرض وهذا الهدف. أيضا سمعتم قادة كثيرون والرئيس الأمريكي منهم ينبذ ويتصدى لهذه الأيديولوجية المنحرفة. وفي الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي وفي خطابه دعا إلى العودة إلى الإسلام الوسطي، وفي مانيلا سيناقش الرئيس تعزيز العلاقات مع دول آسيا والباسيفيكي وتعزيز الجهود ضد الجماعات الإرهابية. لذلك هذه الرحلة ستوفر فرصة لتعزيز الزخم وفي بيئة يخدم الأمن والسلام العالميين. نأخذ السؤال الأول. هذا خيار نبحثه بشأن إعادة كوريا الشمالية باعتبارها من الدول الراعية للإرهاب، والإدارة الأمريكية تنظر إلى هذا الجانب باعتباره جزءا من الاستراتيجية العامة المرتبطة بكوريا الجنوبية، ونظام يعدم أو يغتال الشقيق الأخ غير الشقيق لزعيم البلاد باستخدام غاز سام في مطار هو يعزز هذه النظرة، وأعتقد أن هذا يجب أن يتصدى له. هل سيستخدم الرئيس نفس الخطاب المؤجج ضد كوريا الشمالية في لقائه مع قادة الدول؟ الرئيس سيستخدم اللغة التي يختارها ويشاءها، والرئيس وفي كل مناقشاته وخطاباته وتصريحاته بشأن كوريا الشمالية أكد على عزمنا وإصرارنا بعدم تمكين كوريا الشمالية من تهديدنا. لذلك الرئيس أوضح ذلك في السابق بشكل جلي، وهذا ما سيقوم به في هذه الرحلة أيضا، وهذا سيعطي تأكيدات وتطمينات لقادة الدول بشأن أهمية التصدي لهذا النظام. أعتقد أن الرئيس يكون واضحا وصريحا ومباشرا في حديثه، وأنا أعرف المناقشات بشأن خطابه المؤجج، ولكن كيف يكون مثل هذا الخطاب على هذا النحو ضد كوريا الشمالية؟ وإذا لم يفهم هذا النظام عزيمتنا وإصرارنا على التصدي له، فإنه سيجد نفسه في ورطة. وأعتقد أن هذا كان واضحا في خطابات الرئيس وتصريحاته. هذه الرحلة التي تمتد إلى أكثر من 10 أيام
هل سيتطرق فيها إلى عقوبات إضافية؟ أيضا رأي الرئيس بشأن ما تقوم به الصين، هل هي تبذل جهدا كافيا في التصدي لكوريا الشمالية؟ بشأن هذين السؤالين نرى هنالك جهودا موحدة لعزل كوريا الشمالية، وهذا يأتي ضمن إطار الجهود الدبلوماسية، وبالتأكيد الرئيس يطلب من الدول الأخرى بذل المزيد. ونرى دولا في منطقة آسيا والباسيفيكي ودول أخرى تحاول أن تضغط باتجاه التخلص من العمالة الكورية الشمالية، وكذلك إغلاق كل الشركات الكورية الشمالية التي تمد النظام بالمال، لذلك السعي لوضع قيود على هذه الأنشطة. والرئيس يقدر هذه الجهود التي تقوم بها بلدان مختلفة، لكنه يتطلع نحو مزيد من الإجراءات، والصين تبذل المزيد، ولكن لا أعتقد أن ذلك كافيا. نحتاج إلى تحقيق الهدف الذي نسعى إليه جميعا، وهو وجود شبه جزيرة كوريا منزوعة الأسلحة النووية، وهذا دأب كل الدول، ويجب أن تدرك الصين بأن هذا من مصلحتها أن تكون كوريا شبه جزيرة كوريا خالية من الأسلحة النووية لسببين. السبب الأول هو عدم تمكين هذا النظام من امتلاك أسلحة نووية، وكذلك الخطر الذي يمكن أن تمثله على المنطقة، وهذا ليس في صالح الجميع. ولذلك الصين يجب أن تعمل لخدمة مصالحها، لكن أعتقد أن مصلحة الولايات المتحدة والصين وباقي دول العالم واضحة. قلتم أن صبر العالم نفذ بشأن كوريا الشمالية، لكن عضو مجلس الشيوخ جون ماتيس سئل عن إمكانية استخدام الرئيس للأسلحة النووية، وأجاب أن أحد السيناريوهات إذا ما بدأت كوريا الشمالية بعمل كهذا، هل هذا أمر نوقش في غرفة الطوارئ أو فيما يتعلق بنفاذ الصبر؟ نعم، لأن المقاربات السابقة لم تحقق أهدافها للضغط أو دفع كوريا الشمالية للتخلص أو وقف برامجها النووية والصاروخية والنهج، وكنا دائما في السابق نرضى بتجميد أو توقيف أو تعليق أنشطة، وهذا كان يأتي بعد مفاوضات طويلة المدى. وخلال تلك المفاوضات واصلت كوريا الشمالية تطوير أسلحتها وتكنولوجيتها، وفي ظل وجود اتفاقيات ضعيفة كالاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1994 وضع معايير جديدة، وطبعا خلال ذلك الوقت واصلت كوريا الشمالية صناعتها وواصلت جهودها، لكن أعتقد أن هذا يتطلب جهدا مكثفا وجهدا موحدا من الجميع، كل يدلي بدلوه لتحقيق هذا الهدف. أما فيما يتعلق بالسيناريوهات، الرئيس كان واضحا تماما، هو لا يضع خطوطا حمراء ولا يخبر العدو مبكرا، لذلك هو يحاول. إذن ما هو واضح هنا أن الولايات المتحدة سترد بكل الإمكانات المتوفرة في حوزتها ضد أي تهديد أو اعتداء كوري شمالي. كان هنالك روايات من كوريا الشمالية ومن تلك المنطقة بأن كوريا الشمالية استهدفت الرئيس بطرق مختلفة، تستهدف الرئيس بطرق مختلفة، هل أنتم قلقون بشأن سلامته؟ أينما يسافر الرئيس فإن الفريق المعني بحمايته يقوم بعمل رائع، ولدينا وهذا أمر روتيني، ونأخذ كل هذه الأمور بالاعتبارات أينما ذهب الرئيس أو ارتحل. Does it make it easier to deal with
الرئيس الصيني عزز من سلطاته، هل هذا يصعب أم يسهل الأمور عليكم؟ طبعا الرئيس ترامب الآن باتت تربطه علاقات قوية مع الرئيس جي بعد اجتماعه معه في مالو لاغو، وأيضا في اجتماعات لاحقة في اجتماعات الدول العشرين الكبرى وعبر اتصالات متعددة جمعت الرئيسين. وأود أن أعزز ثلاثة مؤشرات على علاقاتهما. الأولى هي الإدراك بأن كوريا الشمالية لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة. الأمر لم يعد كما كان عليه في الماضي، أن المشكلة تتعلق فقط بين كوريا الشمالية وأمريكا، لكن الآن باتت جميع الدول تدرك بأن المشكلة تتجاوز ذلك. الأمر الثاني أو العامل الثاني هو الإدراك العالمي بأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية هو الهدف الوحيد المقبول، لن نقبل بتعليق للقدرات. والأمر الثالث هو الإدراك بأن الولايات المتحدة تعمل لما فيه مصلحة الصين، ولكن أيضا نعرف أن معظم المبادرات التجارية لكوريا الشمالية تتم مع وعبر الصين. لذلك تطبيق عقوبات مجلس الأمن يمكن أن تحقق الكثير، لكننا نريد بذل مزيد من الجهود من قبل الدول المعنية. سؤال متابعة لسؤال سابق، هل سيكون هناك اجتماعات ثنائية؟ لا، لم تتحدد هذه الاجتماعات، لكن سنعلن عنها في حينها. سؤال آخر يتعلق بتعليق الرئيس على الشخص الذي اتهم بالهجوم في نيويورك، وهل تصريحه يمكن أن يعقد أو يؤثر على التحقيقات، سيما وأنه طلب تطبيق عقوبة الإعدام عليه؟ هؤلاء المجرمون القتلة، طلب الرئيس مسألة تقييم فيما إذا كانت فرق إنفاذ القانون والنظام القضائي لديه الأدوات الكافية للتصدي لمثل هذه التهديدات والأعمال الإرهابية. لذلك الأمر يتعلق بخيارات متوفرة، وفيما إذا كان هنالك حاجة لإعادة النظر في إمكانيات قوات إنفاذ القانون للتعامل مع هكذا حالات. في كلمتكم الاستهلالية تحدثتم عن أشكال مختلفة من الحريات، لكنني لم أسمع شيئا عن حرية التعبير وحرية التنقل وحرية الاعتقاد وحرية تبني القيم المختلفة. سؤالي، هل هذه لم تعد بنفس القدر من الأهمية لدى الرئيس ترامب؟ هل هو مستعد للقبول بأنظمة استبدادية طالما ساعدتنا على تحقيق أهدافنا مثل التصدي لكوريا الشمالية أو غيرها من المسائل؟ الرئيس عندما يتحدث عن السيادة ويتحدث عن الدول السيادية التي تعمل على حماية حقوق مواطنيها، وبالتأكيد ستسمع من خطابات الرئيس وتصريحاته أنه سيتحدث عن سيادة القانون وحماية الحريات وحماية حقوق الإنسان. هذه الأمور مهمة بالنسبة للرئيس، وعلينا أن نتابع سجل الرئيس. ففي سوريا مثلا هنالك نظام منتهك لحقوق الإنسان على نطاق واسع، عمليات القتل والتهجير والتشريد لأكثر من 6 ملايين لاجئ وخمسة ملايين مشرد، كذلك استخدام الأسلحة المحرمة. الرئيس قام بفعل ضده، كذلك تصرف الرئيس حيال فنزويلا التي يقودها نظام يريد أن يسيطر على كل السلطات ويحرم مواطنيه وشعبه من كل الحريات. أعتقد أن موقف الرئيس تجاهه كان واضحا، لذلك علينا أن ننظر إلى أفعاله وليس فقط أقواله. الآن حتى فيما يتعلق بكوبا، السياسة السابقة التي مكنت من تعزيز حكم استبدادي، والآن السياسة الجديدة التي تدعو إلى تعزيز الحريات وتعزيز
ونمو الاقتصاد. الرئيس بشأن فنزويلا أدان ما يحدث في فنزويلا، لكنه لم يقم بالمثل مع قادة دول أخرى مثل الفلبين وتركيا وروسيا، ويبدو أنه لا يجد حرجا أو مشكلة في تعامله مع هكذا زعماء وهكذا قادة. أقول لماذا تختلف فنزويلا عن تركيا وروسيا والفلبين؟ أعتقد أن تركيز الرئيس منصب على الفعالية والنجاعة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا ما نراه في علاقاته، على الأقل هذا ما شاهدناه، علاقاته مع كافة قادة العالم. أعتقد أن لا نفترض أي شيء في الوقت الحالي، لأنكم لا تتابعون اجتماعات الرئيس ولا اتصالاته الهاتفية، والرئيس بالتأكيد سيسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان عبر كافة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بالعالم. هل هنالك أي قلق أو توقعات بأن ذلك قد يدعو نظام كوريا الشمالية إلى زيادة أعماله العدائية؟ ما هو مهم بالنسبة إلينا هو امتلاك المقدرات والإمكانات لردع أي صراع والتصدي لاعتداءات وأعمال كوريا الشمالية العدائية، ونحن نحقق ذلك من خلال عملنا وتعاوننا مع الدول الشريكة والحليفة بما في ذلك كوريا الجنوبية التي هي في مرمى نيران كوريا الشمالية. لذلك نحن نعمل مع حلفائنا في المنطقة للوصول إلى أقصى درجات التأهب والجهوزية، ولعلكم تابعتم الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية والتي تمثلت في إطلاق صواريخ فوق اليابان وغيرها. لذلك أقول أن هذا التهديد هو تهديد دولي عالمي يستدعي استجابة عالمية، والتأكد من أننا نمتلك المقدرات الاستراتيجية والمقدرات العسكرية حتى نتمكن من التصدي لهكذا نظام واستفزازاته. هنالك بعض الخبراء في مجال السياسة الدولية يتحدثون عن إمكانية التفاوض للتوصل إلى حل للأمر. هل هذا أمر يمكن أن يفكر به البيت الأبيض؟ نحن دائما نعيد تقييم سياساتنا واستراتيجياتنا. هدفنا الأول الآن هو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وربما هذه تمثل استراتيجية الرئيس. هنالك المزيد من العقوبات المفروضة على النظام الكوري الشمالي، كذلك بدأت العقوبات تؤتي ثمارها من خلال عزل النظام، وعلينا أن نتعلى بالصبر على الأقل. لا نريد أن نعيد النظر في استراتيجيتنا أو نعيد تقييمها، ربما ننتظر أشهر عدة ونرى التعديلات التي يتوجب علينا إدخالها عليها. هل لا تحدثنا عمن سيقود المفاوضات المتعلقة بالجانب التجاري، سيما وأن وزير الخزانة مينوشن لن يصاحب الرئيس في هذه الرحلة، فمن سيقود المفاوضات؟ نعم بالتأكيد المسؤولون في مجال التجارة هم من سيتولون قيادة هذه المفاوضات، وأعضاء آخرون في فريق الرئيس. ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار أن هذه الرحلة هي رحلة الرئيس، وهو من سيقود كل المفاوضات المرتبطة بالتجارة والأمن، والآخرون سيحاولون أن يحققوا أكبر مكاسب خلال هذه الرحلة. شكراً.